أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن لا يوقف صح؟ ها؟ كذا؟ تبغون كمان؟ والله ما نشبع من كلامك. اقسم بالله ما نشبع من كلامك. والله العظيم تغير الوضع بالكامل في المنتدى مع ايات من كتاب الله جل وعلا. وعشان صوته جميل لا والله لانه كلام الله جل وعلا عباده تعبدت بها الله جل وعلا. خلينا نسمع كمان. Wow.
وقيل الحمد لله.